مطلوب مني ايه هنا في مباراه الذهاب؟ مطلوب ان انا ابقى هادي، هادي جدا. في جمله احنا بنقولها على طول في النادي الاهلي، ابدا 11 واخرج 11. يعني وده مهم جدا. يعني ايه؟ يعني ما تخسرش لعيب بالضبط. لان طول ما انت 11 قادر انك ترجع. لو قل منك لعيب انت بتعجز زمايلك، بتعمل حمل كبير. فاتمنى ان دي اول حاجه، المنتخب هادي مش متعصب، مفيش اي حاجات خارجه بالنسبه للانذارات. الانذارات ده عادي، لكن ما حدش يطرد. ايوه، ان تبدا 11. الناحيه التكتيكيه والناحيه الفنيه، ان اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه فنيا وبدنيا وذهنيا، وما يكونش في اصابات، يبقى كل المنتخب كامل بكامل عناصره، يبقى في الاختيار الانسب لكروش في التشكيل وطريقه اللعب اللي موجوده. رايك ايه في حاله الثقه اللي وصل لها كروش مع المنتخب ومع اللعيبه، والعلاقه مع اللعيبه والعلاقه مع جمهور كره القدم المصريه؟ الحته اللي كنا مفتقدينها مع الراجل في البدايه، واللي وصلنا ان احنا بقينا كده كلنا مع بعض. بص، بيبقى صعب جدا ان مدير فني الناس بتتكلم عليه والراجل عايز يثبت لا انا مدرب كبير، وان جيل موجود على طول محطوط في مقارنه مع جيل تاني فمظلوم، فعايز يثبت لا احنا لعيبه كويسه. لو خدت بالك بعد البطوله كل الناس قالت فكرتونا بالكره الجميله، ده حقيقي. فالضغط اتشال. دلوقتي بقى ايه؟ بقى طموح. يعني قبل كاس الامم الافريقيه تقعد كنت مرحله انك بتثبت نفسك. بالظبط. دلوقتي انا جاي افكر بقى للافضل للاحسن. دلوقتي لو سالت اي حد قبل كاس الامم هيقول لك احنا هنخرج. ايوه. اخرنا هنوصل لدور ال 16 او دور الثمانيه وهنخرج. دور الثمانيه. دلوقتي الغرض لا، احنا هنوصل كاس عالم وهنصعد دور كمان في كاس العالم. ان شاء الله. لان اللعيبه هي اللي خلت الجمهور المصري طموحه يعلى. بادائهم في البطوله، يعني في البطوله خلاص الجمهور بعد مباراه كوت ديفوار لا احنا هناخد البطوله. مع ان قبل كده ما كانش بيقول كده. ما كانش فيه كده، صحيح. بالظبط. فاداء اللعيبه تيجي ماتش المغرب تعلي الريتم قوي، تكسب المغرب 2-1 وتبقى متاخر وترجع، ف بالظبط. بعد كده تكسب الكاميرون. هي النقطه كلها انت ادائك اللي بيخلي الجمهور يطمع في حاجات اكبر. زي النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي اداؤه خلى الجمهور يطمع ان الكاس عام للانديه اللي جاي ايا كان ان شاء الله النادي الاهلي لما يوصل نهائي. فمنتخب مصر نفس القصه، انت طموحك دلوقتي ورغبه الجمهور وثقه الجمهور فيك هتخليك تلعب باريحيه اكتر. هتخلي اللعيبه داخل الملعب مرتاحه.